مرحبا، يعطيك العافية. بدنا نحل الواجب اللي نازل على الفي كلاس. أما نشوف الواجب، الواجب زي ما هو مطلوب. In the task, the student should light the sense attached with this assignment. The student should use the following to light the sense. يعني الطالب لازم يستعمل هدول الأشياء عشان يعمل المشهد، عشان يضوي المشهد. يوم VRAIS HDR HDRI V-Ray Lighting أو V-Ray Lights. الفايل الواجب بننزله زي ما انتم شايفين، هذا هو الواجب، نزلناه وفتحناه. لما نطلع عليه زي ما انتم شايفين، عبارة عن سيلينج مع ضواو مع كرسي مع قاعدة مع الشغلات هاي. انا لازم ايش هلا؟ بس احط له اضاءة، مش مطلوب مني ماتيريالز. طيب، وفي عندي لو نطلع زي هيك، في كاميرا واحدة بالذكر، كاميرا هذه هي. لازم انا لما بدي أبلش، ببلش مثلا بدي أعمل له في من الإضاءات الموجودة عندي اللي هي فيري لايت بلان، فيري لايت بلان. سوي بي ري لايت بلان بالشكل هذا، اسحبها من ورا حطها زي هيك. بعطيها مثلا، يا بعملها باللومينوس باور اللومين، او بخليها بالديفولت ايمج اللي هو على قد الحجم. ممكن على اللومن بخليها 8000 لومن. في عندي هون بدل الكذر بحط تمبريشر، مثلا بخليه بالازرق 9000، لانه هي مش دايركت لايت. في عندي هون لهم سبوتات، كان استعمل لهم انا اي اي اس. اجي من عند السبوت زي هيك، هاي الاي اس، الاي اس تارجت واي اس نفسه، يعني عند اي اس بقدر امسكه، عندي تارجت بمسك الاي اس في الاوبشنز. بدي اي بضيف اي نوع اي اس انا حاب اضيفه، يعني مثلا خليه يكون 24. تمام، هلا بمسك ال اي اس في دي لايت وبشتغل مثلا يا على لون الإضاءة يا على الانتنسيتي تاعتها. مثلا خليها 3500 يكون لونها ضارب على برتقالي، وخلي الباور زي ما هو مش مشكلة، وبسحبها انستنس طبعا. دائما بمسكها مع التارجت عشان اعرف احركها من دون ما يتغير التارجت عندي، ما تكون ضاوية في مكان وهي موقعها في مكان تاني.
رتبهم تقريبا أماكنهم. هذا تقريبا، وأنا بتطلع لاحظت إنه في عندي حبل هون، حبل إضاءة مخفية. هلا هذا لاين حبل إضاءة مخفية، ممكن أنا أحوله ل convertو editable poly. شو أسوي؟ ماشي، يا إما وأنا ماسكه بعطيه فيري لايت مش، أو زي ما علمنا الدكتور أمسك فيري لايت مش من اللايت، باجي بختار فيري لايت، باخد بختار المش، طلع فيري لايت، بمسك الفيري مش لايت، تمام، بمسكه من المش لايت، بعمل بيك على وين؟ على الحبل. هذه طريقة. أما الطريقة الثانية، مثلا ايش اني اسوي وانا ماسك الحبل نفسه وعامل له convert to editable poly، بعمل له ايش زي هيك، خلص يعني تمني كبست هون انا من شريط الفيري الموجود عندي هون، هذا عملت له فيري مش لايت، ماشي. هلا بعطيه مثلا temperature، خليه 4000 مثلا temperature تاعه، ومن اللومينوس باور هون خليه مثلا ياخد ولا برضو 8000. لو نرجع هون على الاي اس، خليها الباور تاعه اللومينوس باور 2350 لل الاي اس الوحدة. يعني أنا عندي واحدة، تنتين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، نضربهم ب2350 لومينوس باور. يعني تقريبا هدول الـ IES أعلى من الإضاءة المخفية وأعلى من الإضاءة العادية. فالإضاءة المخفية ممكن أعليها كمان شوي عشان تبين معاي، أو خليها ضعف مثلا 16000. تمام، عشان تبين معي اكتر. هلا ممكن كمان احط انا ايش فيري لايت سفير، فيري لايت من نوع سفير. هلا انا صار في عندي مربع وعندي مش لايت، وهي كمان بدي اعمل سفير، اصغرها شوي فيها في النص. هلا هي هيك بشكلها الحالي، لو نشوفها مش محطوط عليها انفيزبل، هذه بتبين عندي بالرندر. انا لو حبيت مثلا اكبس كبسة رندر، رندر طلع كيف مش واقعي، مش منظر. شو انا ممكن اسوي؟ ولا شي، اجي بعمل لها انفيزبل وبكبس. هاي invisible يعني بتصير مخفية، من هي بالوضع الطبيعي ما قبل في الديفولت ما بتكون مخفية. هذا هو درس اللايت تقريبا. ممكن احنا نشوف شو في المشهد، مثلا اماكن مؤسس لها هيدن لايت ممكن نعمل لها. مثلا في عندي هون نطلع، في عندي هون تقريبا مؤسس هيدن لايت، ممكن انا اجي اسوي بوكس زي هيك، اسحب البوكس لجوا هون هيك. هذا من دون ما اعمل له انفيزبل او اي اشي، بس بظبطه للومينوس باور، أعطيه مثلا 8 عشان يكون شوي واضح معي، أو التمبريشر مثلا ممكن أخليه أي لون بدي إياه، أو أخليه لون مثلا عادي، ممكن أعطيه أي لون
فاقع، بدي اياه اي لون حلو بيعجبني، اي اشي. مثلا يعني لو نشوف اي هذا لون من الالوان مثلا. وفقط هذا هو الدرس. لو انا حبيت اغير لاي لون تاني برضو عادي، ما عنديش مشكلة. يعني شوف انت اللون اللي بيعجبك وحطه، يعني بيكون مثلا يعني بعطيه هيك مثلا شكل حلو في اللايت. بس هيك نكون خلصنا الواجب المطلوب. ضل عندنا ال HDRI. بالنسبة لل HDRI الدكتور لسه ما حكى عنها، فبنخليها بعد ما الدكتور يحكي عنها، لأنه صراحة مش عارف هو كيف راح يستخدمها. يعني مثلا راح يستخدمها في ال environment فقط، ولا مثلا مع V-Ray Dome، او شو الطريقة بالضبط اللي راح يستعمل فيها ال HDRI. وانا يعني مش حاب اخربطكم، فخلينا زي ما هو الدكتور طالب، وعلى هذا الاساس يعني اساس شو الدكتور هو راح يعلمنا عليها احنا راح نشتغل. يعطيكم الف عافية. الموضوع تقريبا كل الطلاب تخربط فيه، بتعرف ايش تسوي، اللي هو كيف تسيب الشغل وتسلمه للدكتور. احنا تقريبا كلنا نشتغل على فيري على ماكس 2022. كيف بدنا نبعت للدكتور الشغل؟ يكون فيه كل الفايلات الامتدادات المحطوطة، يكون كل شي فيه مظبوط ماشي، ويفتح عند الدكتور فوت. مش بنسيب يعني احنا، اوكي راح نسيب الشغل على يعني راح نسيف الشغل عنا على الجهاز، سيف ما في مشكلة. اوكي، لكن عشان ابعته للدكتور عندي اشي اسمه ارشيف او اركايف، يعني حسب، يعني في ناس تنطق هيك في ناس تنطق هيك، انا ما بعرف شو النطق الصح تاعها بصراحة. نيجي هون نفوت ورشة عمل. هلا انا بدي اسيبه هون هوم وورك، انا بسميه باسمي مثلا. مثلا لايتنج ال اي جي اتش تي، بما انه احنا في اللايتنج بعطي رقمي الجامعي. تمام، باجي هون انا عماكس 22. لو ماكس اقل من 22، اقل من 20 مش مشكلة. هلا 22 21 انا بدي اعمل اركايف او ارشيف على 3DS Max 2020. تمام، بسيف. خلص انا هيك خلصت الفايل، بفوت على الفي كلاس. لما يفتح التسييف عندي، يفتح السيف عندي، بختار هذا الفايل اللي انا سيفته، هيك منظره بطلع وين رير، بسحبه وين على السيف لما يكون موجود، يعني لمكان الاسايمنت، وبسلمه. هذه هي طريقة التسليم لملفات الماتس عشان تاخد كل اشي فيها.